يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله. معنا اليوم من المنطقة التاريخية في وادي الحلو التابعة لمدينة كلبا. اليوم راح أصطحبكم في جولة نتعرف من خلالها على كافة المواقع التاريخية التي تحتويها هذه المنطقة، خلكم معنا. القرية التاريخية في وادي الحلو هي نموذج فريد لقرية جمعت بين التراث والحداثة والأصالة والسياحة، الأمر الذي جعل منها منطقة سياحية تجذب الكثير من سكان الإمارات وزوارها بفضل جمال طبيعتها وخصوصيتها. زيارتك تشعرك بعراقة المكان من حيث بناء البيوت القديمة المحلية والتي تعبر عن طريقة العيش البدائية وكيفية تعايش الناس معها في الماضي، إضافة إلى المحافل الأخرى التي تعكس حلاوة الماضي وبساطته. إن تراث أجدادنا جزء مهم من ماضينا وأرضية صلبة لحاضرنا، لأنه يرسم لنا خارطة طريق ومنهاج عمل يضيء لنا طريق مستقبلنا ومؤشر يقول لنا من نحن وكيف سنكون عليه مستقبلا. إذن مشاهدين الكرام، هذه كانت جولتنا في المنطقة التاريخية في وادي الحلو اللي تعرفنا من خلالها على كافة المواقع التاريخية في المنطقة من القلاع وأيضا المسجد وأيضا المنطقة التاريخية التي سوف يتم ترميمها. أتمنى أن تكون فقرتنا نالت إعجابكم وإلى اللقاء. إذن مشاهدينا، من هذه الجولات الجميلة التي يصطحبنا بها الزميل وديع وخصوصا من وادي الحلو، هذه المنطقة الجميلة أيضا والتي تحمل هذه المزارع الجميلة والآثار القديمة في المنطقة، دائما نأخذكم بهذه الجولات نتعرف فيها على هذه المناطق وأيضا نتعرف على كل ما هو مستجد في تطوير هذه المناطق وترميم ممكن هذه المناطق الأثرية. إذن مشاهدينا، تستعد مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتنظيم الدورة 20 من مهرجان سنابل المحبة في يناير الجاري، إذ دأبت منذ عام 1998 على تنظيمه بهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية عبر مساهمة أفراد المجتمع في دعم تعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الخاصة. اليوم مشاهدينا نستضيف عبر الاتصال المرئي الدكتورة سامية محمد صالح، مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. إذن الدكتورة سامية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا فيك أختي. أهلا دكتورة. دكتورة، اليوم نتحدث عن الدورة 20 لهذا العام من مهرجان سنابل المحبة، طبعا حدثينا أستاذة أو دكتورة سامية عن هذه الدورة وما الجديد في هذه الدورة. طبعا زي ما أنت ذكرتي، مهرجان سنابل المحبة الحين الدورة 20، اتعودت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مدرسة الوفاء تنظيم هذا المهرجان بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية وبهدف توفير أفضل الوسائل لتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. في ظل الظروف الحين الموجودة، يمكن المهرجان حيكون فيه نوع من الاختلاف. إحنا تعودنا إنه المهرجان يكون على أرض ساحات مدرسة الوفاء بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ولكن نسبة للظروف الحالية سوف يكون المهرجان مختلف في طريقته، بحيث أنه سيكون مهرجان افتراضي في ظل الظروف وجائحة كورونا. اتعلمنا منها الكثير، اتعلمنا أنه كل الأنشطة والفعاليات اللي كانت موجودة على أرض الواقع هي ممكن تكون موجودة وممكن نواصل في نفس الأنشطة وتكون بنفس
بنفس الإمكانيات تحقق نفس الأهداف إن شاء الله. فالفكرة إن شاء الله هيكون عندنا عدد من الأنشطة، جميع هذه الأنشطة سوف تكون أنشطة افتراضية. جميل. طيب دكتورة سامية، بما أن هذه الأنشطة والفعاليات كانت على أرض الواقع كما ذكرتي، والآن تنتقل هذه الفعاليات والأنشطة إلى مثل هذه البرامج، برامج الاتصال المرئي، يعني من باب الاحتراز ضمن هذه الظروف التي يمر بها العالم، فكيف سوف تترجم هذه الفعاليات والأنشطة من خلال هذه البرامج، وهل سوف تؤدي الغرض كما كانت في السنوات السابقة؟ نتمنى إنها تكون تؤدي نفس القرض، لأنه أساساً يعني سنابل المحبة كان من أهم أسباب نجاحه يعني الإيمان الخاص بأفراد المجتمع بأهمية المساهمة في هذا الشيء. فإن شاء الله من خلال الزيارات الافتراضية اللي حنقوم بها لبعض أفراد المجتمع اللي كانوا دائماً هم مساهمين معنا في برنامج سنابل المحبة، وعرض الخدمات اللي بتقدمها المدينة والوسائل التعليمية الحديثة في هذا المجال وإمكانية المساهمة في هذا الشيء، هذا حيكون جزء من الأنشطة التي ستقدم إن شاء الله، بالإضافة لأنه حيكون عندنا سوق إلكتروني، وهذا السوق سيتم إعلانه عن طريق الإنستغرام الخاص في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالإضافة لأنه حيكون إن شاء الله عندنا مزاد علني على بعض الرسومات اللي حتقوم برسمها الأستاذة انتصار الظاهري، وهي معلمة تربية فنية بمدرسة الوفاء، وهي من ذوي الإعاقة السمعية. فنحن نعتقد ونتمنى إنه الاستجابة تكون بنفس الفعالية اللي كانت على أرض الواقع، سواء كان المكان اختلف أو الوسيلة اختلفت، الهدف هو نفس الهدف، وأكيد المشاركات السابقة كان الهدف منها دعم الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، ونتوقع أن هذا الدعم سيكون متواصل طالما الهدف قائم إن شاء الله، نتوقع هذا الشيء. نعم بإذن الله. بالنسبة للمشاركين دكتورة سامية، يعني المشاركين لهم أهمية في تبادل هذه الأفكار، في طرح هذه الأفكار، وفي أيضا توصيل هذه الثقافة للمجتمع، فبالتالي من المشاركين في هذا المهرجان، وهل هذه السنة هناك مشاركين مختلفين، وأيضا ما الفئة المستهدفة من هذا المهرجان وإيصال هذه الأهداف إليهم؟ الفئة المستهدفة بصورة عامة هي جميع أفراد المجتمع، المؤسسات الخيرية، أصحاب الخير، واللي هم موجودين بكثرة في دولة الإمارات. إحنا اتعودنا على عدد من الأسامي، ويمكن ما نحصر ذكر الأسماء في هذه المناسبة، بس ما عندنا فئات محددة. كل إنسان عنده الرغبة أو المساهمة في إنه يقدم الدعم لهذه الفئة فهو يكون من الأشخاص المشاركين. عندنا رعاة بيكونوا بصورة سنوية وبصورة دائمة، وهذول الرعاة ممكن يكون أسماء أشخاص أو ممكن تكون مؤسسات. في كثير من الأحيان الدعم يكون مادي، وفي كثير من الأحيان الدعم يكون من خلال توفيرهم لوسائل أو أدوات تساهم في دعم هذه الفئة. كانت من الفئات اللي إحنا بنستهدفها دائما طلاب المدارس، بس يمكن هذه السنة هذه الفئة ما تكون موجودة. أما الفئة العامة بالنسبة لأفراد المجتمع، بالنسبة للمؤسسات، فحتكون شاملة للجميع إن شاء الله. وإحنا دائما تعودنا في كل سنابل المحبة يكون عندنا مساهمين مختلفين، ويكون عندنا توقعات محددة، بس الشيء الواقعي بيفوق التوقعات. نتفاجأ من أصحاب الخير، من رجال الأعمال، من المؤسسات، بمجرد وصولهم الفكرة ووصولهم الفئة اللي هم حيكونوا داعمين لها، فبتكون في توقعات غير إن شاء الله. جميل. يعني أيضا هذه التوقعات دكتورة سامية كما تذكرين، أكيد يعني في السنوات الماضية كانت هناك نتائج لمثل هذا المهرجان، وإلا لم يكن يستمر كل هذه السنوات، وهذا إنجاز أيضا لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. نعم، فمثل هذه التوقعات وهذه النتائج دكتورة سامية، لو تذكرين مثل هذه النتائج اليوم التي أصبحت نتائج مثمرة من هذا المهرجان، وتم استثمارها في السنوات السابقة، وسيتم أيضا تطويرها في هذه السنة والسنوات القادمة بإذن الله. نعم،
زي ما ذكرنا سنابل المحبة يمكن بدأ عام 1998 بمسمى غير، بمسمى طبق الخير، ويمكن الريع كان في هذاك الزمن 2000 درهم 3000 درهم. بس إحنا كل سنة بنأسس شيء، يعني على سبيل المثال في سنة من السنوات تم تأسيس غرفة كاملة خاصة بالأطفال من ذوي الشلل الدماغي والأجهزة الحديثة في هذا المجال، وفي سنة ثانية تم توفير غرفة كمبيوتر متكاملة، وفي سنة ثالثة تم توفير أجهزة أو يعني أحدث الوسائل في تدريب وتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية. إذا تحدثنا عن الريع كريع مادي، يمكن إحنا في تطور ملحوظ من 2000 ل 7000 ل 8000 إلى أن وصلنا المليون في الدورة 19، وبالإضافة لإدخال أحدث الأجهزة وأحدث الوسائل في هذا المجال. ما شاء الله، يعني إنجاز مميز وعظيم حقيقة من خلال هذه الجهود المقدمة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. طيب دكتورة سامية، الآن يعني مثل ما تذكرين مثل هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة يعني تنتقل إلى المجتمع بصورة جدا جميلة، وأيضا المدينة تقدم برامج توعوية وثقافية للمجتمع بطرق مختلفة من خلال أنشطة وفعاليات سنوية تستمر منذ سنوات. فاليوم المنظومة هي لخدمة فئة معينة ولتوعية المجتمع بهذه الثقافة وثقافة دعم أيضا هذه الفئة. فبالتالي اليوم كيف ترين المنظور في المجتمع وأيضا ثقافة المجتمع في التعاون معكم لإيصال هذه الأهداف؟ والله من خلال خبرتنا السابقة يعني دائما المجتمع متعاون معانا. إحنا دائما زي ما ذكرتي هدفنا في كثير من الأحيان ممكن هدف مادي، في كثير من الأحيان بيكون هدف توعوي، ودائما نجد التجاوب من أفراد المجتمع. كل مؤسسة وكل فرد بيقدم الدعم وفق الإمكانيات المتاحة بالنسبة لهم، وبيكونوا حريصين جدا جدا إنه هذا الدعم يقدم لهؤلاء الأفراد. ففي في في على سبيل المثال ممكن بعض المؤسسات تتبرع بأجهزة لوحية، بعض المؤسسات تتبرع بسبورات إلكترونية، بعض المؤسسات تتبرع بأشياء مادية. فالشيء اللي خلانا حريصين إنه هذا المهرجان يستمر أكثر من 20 سنة هو النتائج الإيجابية اللي إحنا يعني بنحصلها كل سنة. يمكن زي ما ذكرت إحنا كنا حريصين، طالما الظروف الحياة حولنا اختلفت هذا ما يخلينا نتراجع، خلينا إحنا في ظل الظروف المختلفة نفكر في إنه إحنا كيف نقيم مهرجان سنابل المحبة، وأتوقع إنه ينجح وينجح أفضل من الأعوام السابقة. برجع وأكد الهدف واضح، الشراكة المجتمعية، الهدف تقديم الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، وكل إنسان لديه الرغبة في تقديم هذا الدعم بالتأكيد المكان والآلية ما حتكون معيقة بالنسبة له. فإحنا من هذا المكان بنوجه الدعوة لكل أفراد المجتمع إنه يكونوا مشاركين معنا في هذا الحدث، وإن شاء الله بتكافؤ الجميع نحقق الأهداف بإذن الله. طبعاً الدكتورة سامية محمد صالح مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كل الشكر دكتورة سامية على هذا التواصل وأيضاً على توضيح هذه الصورة وإعطائنا كل هذه المعلومات عن هذا المهرجان، وبإذن الله بالتوفيق، وبإذن الله هذا المهرجان ينجز بطريقة ناجحة ومميزة كما عهدناكم في السنوات السابقة. بالعكس الشكر لكم. يمكن الحين هذا التواصل في حد ذاته دعم للمهرجان، إتاحة الفرصة لنا للإعلان عن المهرجان، فأنتم الحين صرتوا مشاركين في المهرجان وداعمين للمهرجان وقدمتوا لنا الدعم، يعطيكم العافية. شكرا لك دكتورة، شكرا لك. أكيد دائما هو الدعم المجتمعي له ضرورة في المجتمع ولدعم جميع الفئات أيضا. إذا مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة نكون وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء، نتمنى أن كانت أمسيتنا خفيفة وأيضا ثقيلة بمحتواها الثري والمعرفي. التقونا غدا بنفس الموعد، تصبحون على خير ومع السلامة.